يا هلا يا مرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، نطل عليكم عبر شاشة اليو تي في وتحديدا برنامج صباحكم. ساعة ونص فيها كثير من المواضيع المهمة اللي تهم الأسرة العراقية اللي تم اختيارها أكيد بعناية من قبل فريق الإعداد. مواضيع مهمة راح تكون موجودة اليوم معنا بوجود ضيوف كذلك، إضافة إلى مراسلين اللي راح يكونوا متواجدين في جميع محافظات العراق. أكيد راح تكون عندنا اليوم حلقة جدا مميزة بإذن الله، ولكن دائما أقول لكم بدايتكم خليها تكون خير وفرح وسعادة. يسعد صباحك ديما. صباح الخير. الصباح بداية تتجدد كل يوم لتكون لنا فرصة جديدة بتحقيق واجباتنا وما نطمح له أو ما نرغب به دائما، لذلك دائما اسعون وتستغلون هذه الفرصة المتجددة بشكل يومي. مشاهدينا أهلا بكم، حلقة جديدة من صباحكم بمختلف المواضيع، لكن البداية أكيد من عندكم خبر. ابقوا معنا. مشاهدينا نبدأ أول الأخبار من وزارة الكهرباء التي أعلنت عن دخول خطتها الخاصة بالموسم الشتوي حيز التنفيذ، كما أشارت إلى الإعاز بخطة صيانات شاملة لجميع الوحدات التوليدية العاملة ودخولها ببرنامج صيانة مكثف وشامل لجميع أجزاء الوحدات ومحطات الإنتاج، وذلك للاستعداد للموسمين الشتوي والصيفي المقبلين. وأوضحت الوزارة أن خطة الوزارة ستكون شاملة بناء على تحقيق في عموم شبكات نقل الطاقة في العراق، وستكون هناك حملات كافة لغسل الخطوط والمحطات والعوازل لمعالجة التمددات، إضافة إلى تأهيل مسارات الخطوط وتأهيل مسارات المغذيات وإكمال المحطات الثابتة الثانوية والمنتفعة. مشاهدينا في خبرنا الثاني، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجود خطط كبيرة للكشف عن المخدرات في المنافذ الحدودية، مبينا أن آفة المخدرات أخذت مديات كبيرة، لذلك توجب علينا عقد الاجتماعات لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد بلدنا. وأوضح الشمري أن وزارته قامت بالتنسيق مع الهيئة العليا للمكافحة المخدرات لتعديل القانون والعمل على تخصيص قطع أراضٍ لإنشاء مراكز تأهيل صحي، مشددا على ضرورة أن يتضامن الجميع لتجاوز آفة المخدرات الخطرة ونتخلص منها. مشاهدينا في سياق آخر، أكدت وزارة التجارة أن معدل تجهيز السلة الغذائية الثامنة للمواطنين بلغ 95%، والسلة الخاصة بالرعاية الاجتماعية بلغ ذات النسبة أيضا، حيث وزعت مواد السكر، زيت الطعام، الرز، الحمص، العدس ومعجون الطماطم. التجارة أشارت إلى أن مواد الرعاية هي نفسها مواد السلة الغذائية فضلا عن المواد الإضافية، ولكن كل فرد سيكون كيلوغرام سكر، وأكد أن تجهيز مادة الطحين يجري بانسيابية وحسب دفعات خلطات الحنطة والمقررة لإنتاج مادة الطحين، ولذلك راح ترافقها عمليات الرقابة والتدقيق لعمليات التجهيز والإنتاج. مشاهدينا ليس ببعيد عن السلة الغذائية، أعلنت وزارة الزراعة تفاصيل الخطة الزراعية الشتوية، فيما أشارت إلى شمول أكثر من 11 مليون دونم بالخطة باستثناء إقليم كردستان، حيث تم إطلاق توزيع البذور الخاصة بزراعة الحنطة ومن مختلف مراكز التوزيع. ولفتت الوزارة إلى أن الخطة الزراعية الشتوية شملت المحاصيل الاستراتيجية وهي الحنطة والشعير وكذلك الخضروات الشتوية، وبمختلف طرق الإرواء الأمطار منها والآبار وحتى المياه الجوفية وأيضا الري السطحي من خلال استخدام منظومات الري الحديثة. وفي آخر أخبارنا لهذا اليوم من عدكم خبر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق جائزتها للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي لمجالات العلوم الطبية،
الأمن والدفاع، التصحر، الغذاء والبيئة، مبينة أن المسابقة التي تهدف وهي تهدف إلى تشجيع وتكريم الابتكار والتفوق في مجال الذكاء الاصطناعي أو وكذلك تطبيقاته في البحث العلمي. وتوزعت الجوائز بحسب الوزارة بين 10 ملايين دينار عراقي للأول و7 ملايين دينار عراقي للثاني و5 ملايين دينار عراقي للفائز الثالث، حيث ستشمل التدريسيين وطلبة الدراسات الأولية والعليا في الجامعات الحكومية وحتى الأهلية وجميع الباحثين في مؤسسات الدولة كافة. مشاهدينا من عدكم خبر، رح ننتقل إلى نشرة الطقس ورح نشوف ونتابع آخر تطورات درجات الحرارة. مشاهدينا نروح نشوف فقرة المرور وشنو أخبار حركة السير في شوارع العاصمة بغداد تحديدا لصباح هذا اليوم، نتابع. مشاهدينا يبدأ أغلب الناس الصباح بفنجان قهوة أو حتى شاي، لكن هناك دراسات تتحدث عن مفعول أقوى للتغلب على النعاس وهي ممارسة التمارين الرياضية، حيث تنشط الدورة الدموية وتمنح الجسم طاقة ونشاط. لذلك راح نروح إلى كابتن عبد الله ونشوف تمارين صباحكم لهذا اليوم. صباح الخير عليكم مشاهدي قناة يوتيوب في فقرة رياضية صباحية جديدة. اليوم تمارين راح تكون تمارين للبادي ويت، نقدر ناخذها من خلال التكرار أو من خلال التايم. راح نبلش حماة بسيط، خليكم ويانا. تقدر من خلال الشاشة تمرن ويانا. أب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up into squat, up 1, 10 more, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, عملية مرونة الجسم 1, 2, good, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10. راح نبلش باول تمرين اللي هو بيربيس اب 10 مور 1 سو جامب بسيط 2 3 جود 4 5 6 جود 7 8 9 10 up. هسه راح ننزل نسوي بوش اب اب. نقدر التمرين الاول اللي هو اب 1 2 3 4 5. ما نقدر نسوي الاوبشن اللي هو بوش اب ني 1 2 3
3 4 5. صعد فوق اب، نبلش هسه كام سكوات اب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هسه راح ناخذ لانجز اب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نختم بالتمرين الاخير، يلا راح نشتغل عضلات المعده. اب، اصعد ثبت رجلين على مستوى واحد اب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وصلنا وياكم نهاية تماريننا لهذا اليوم، نتمنى استفاديتوا من عدها. نلقاكم حلقة أخرى ونرجع لكم الاستوديو. شكرا جزيلا كابتن عبد الله. مع التمارين الرياضية صار عامل مساعد جدا مهم اللي هو الطقس، فبعد ماكو حجة انه ممكن حارة ونقدر وهيجي شيء. اذا كانت داخل القاعة الرياضية واذا كانت خارج القاعة الرياضية الالتزام صار ضروري وحلو. الجو يساعد، لان بعد تقريبا شهر او شهرين راح يبلش البرد، واذا صار برد راح يصير كسل، فهذه افضل فترة لممارسة الرياضة. مشاهدينا باقينا مكملين وياكم، راح نروح الفاصل ونرجع لكم أقوياً. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يحتفل العالم في 16 من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للغذاء، وهو يوم أعلنته منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تعميما أو تعميقا منها للوعي العام بمعاناة الجوع وناقصي الأغذية في العالم، كما يستثمر في هذا اليوم في تسليط الضوء على الأغذية الصحية وسلامتها والرقابة على الغذاء المصنع داخل البلد. ابقوا معنا. مشاهدينا راح نتحدث عن أهمية هذا اليوم، وكذلك راح نتحدث لماذا أساسا تم تأسيسه. في السنوات القليلة الماضية ازدادت أعداد المصانع الخاصة بالصناعات الغذائية في البلاد وأيضا في الدول المجاورة والتي تختص بإنتاج مختلف الأغذية والأطعمة، وهذه المنتجات تنتشر في الأسواق بصلاحيات محددة، لكن بعضها يكون غير صالح للاستهلاك، أما لوجود غش في فترة الصلاحية أو سوء التخزين، وهذا يشكل خطر على صحتنا وسلامة غذائنا. يوجد مثل هذه الأغذية، بوجود مثل هذه الأغذية شلون ممكن أنه إحنا نراقب اللجان المختصة تلك الأغذية، وكيف يمكن ضبط تلك المنتجات غير الصالحة للاستهلاك حتى في حال كانت صلاحياتها غير منتهية. رح نتحدث اليوم عن هذا الموضوع مع رئيس جمعية حماية المستهلك أستاذ أو السيد سند الأعرجي. أهلا وسهلا بك. احنا صباح الخير، سعيدين بوجودك ويانا. وأنا أسعد بوجودك. أهلا بك. اليوم لما نتحدث بهيك يوم عالمي الأضواء شوية تكون مركزة أكثر على محور هذا الحديث، وده نتحدث احنا أساسا عن مشكلة غذاء عالمية بالأساس احنا عندنا. فاليوم ايش قد سلامة الأغذية لازم الفرد بنفسه يتعرف عليها قبل لا تدخل للثلاجة، مو حتى من السوبر ماركت أو من السوق. يعني دعيني آية أن أقول توطية ولو بسيطة بهذا الموضوع. هو يوم التأسيس مثل ما أسلفتي يوم 16/10 التأسس في عام 1979، ومن 79 و80 81 بدأ التحضير لإقامة المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للغذاء.
ليش اختاروا يوم 16/10؟ لأن هو تاريخ تأسيس منظمتين، منظمة الأمم المتحدة التي كانت تسمى عصبة الأمم المتحدة وتغير اسمها في يوم 16/10 عام 1945 إلى هيئة الأمم المتحدة. نعم. ويوم 16/10 تأسست الفاو، والفاو جاءت من كلمة FAO اللي هي Food Agricultural Organization، منظمة الغذاء والزراعة الدولية، قد أنست شوية سالفة. طيب هم حضروا في عام 1981، قلنا الغذاء ونقصه يقابل المجاعة، فالإنسان يموت بالجوع، مو تمام؟ أريد ألفت انتباه حضراتكم والمشاهدين الكرام لهذه القناة الراقية أنه الإنسان يستطيع أن يبقى 3 أيام ثم يموت بدون الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، 3 أيام، يوم الرابع يموت. وبالنسبة للغذاء يبقى 7 أيام، يا سبحان الله، يعني احنا نقول باللهجة الدارجة اللي الناس مو أخصائيين، نعم، يقوم يأكل نفسه، يعني شكو بروتين يستنزفه داخل الجسم، شكو دهون، ويضعف يضعف إلى أن يموت 7 أيام. شوفوا بالنسبة له. أريد أيضا أؤشر مسألة لها علاقة بالعسكرية، هذا يجرني إلى يوم كنت جندي في كلية الضباط الاحتياط ويدرسون قضايا سوقية ومن ضمنها الأمن الغذائي والمعارك السوقية، يعني المعارك بصورة يعني بسطر، أما تعبوية يعني جيش يقاتل جيش، أو سوقية يعني بالإعلام، فمن ضمن المعارك السوقية، والسوق هو استعمال شتى أنواع القوة في معالجة العدو يعني. فإحنا لو أكو فرقة عسكرية اللي تبدأ يعني فصيل ثم سرية ثم فوج ثم لواء ثم فرقة ثم فيلق، يعني أنت عدوك موجود، إذا قطعت عنه الغذاء تحاصره، ماكو إمدادات غذائية سوى الأغذية يعني اللي يسموها الصليبة، يعني ماكو لها تسميات أخرى، أو الطازجة، يموت بدون يعني ضرب مدافع. نعم. فشوفوا أهمية الغذاء. زين، هسه احنا عندنا بجنوب آسيا، جنوب أفريقيا، شي يسموهم بالإنجليزي، وتو ضليعات بالإنجليزي، بومي تشيست، يعني شنو؟ صدر الحمامة، أضلاع القاص، العمود، ماكو عندنا الفقري من اللي يقابله، نعم، القفص الصدري، طالع الأعمدة ويبقون فترة ويموتون. أما يسموها مال نيوتريشن، سوء التغذية، أو يموتون دايركت من الغذاء. فأهمية الغذاء، وآية راحت اتطرقت لي بشغلة مهمة كلش، يعني شن هي على ال شون الفساد الغذائي ما معناه وشنو قلت لي شنو بعد هاي نجيها بعدين. سوبر ماركت ايه مليان أشياء بيها إكسباير ديت، تشتري وتتسوق وخلص، وهي منو أسبابها؟ هذه يريد لها حلقة كاملة، أسبابها التجار العراقيين. نعم أستاذ سند، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة. اليوم إحنا على حسب طبعا نتكلم عن منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة، تقول تقريبا إحنا عندنا 828 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع، يعني يقول هم يموتون بالضبط، يعني أما هي شنو قلنا، أما يعاني من الجوع ويموت من الجوع أو لا سوء التغذية، هذا رقم يعني اللي قالته يطو غذاءه مو، نعم، مو جيد. نعم. فبالتالي أنت هم ذكرت نقطة وأنا حبيت أني أعرج عليها، ولكن خليتك تأخذ رأيها. أنت ذكرت موضوع، لأنتوا إعلاميات جيدة، ذكرت موضوع المياه. نعم. وهذا الموضوع جدا مهم. نعم. كون أنه شعار يوم الغذاء العالمي ل 2023 هو المياه هي الحياة، نعم، المياه هي الغذاء، نعم، لما تلعب دور في أهمية الزراعة وحتى للبيئة الحيوانية. فبالتالي جدا مهم اليوم احنا بالذات بالعراق، بعد ما احنا يمكن صارت عندنا أزمة بالشح بالمياه مثل ما شهدنا بالأهوار وغيرها، احنا من أكثر الأشخاص اللي محتاجين انه احنا نطالب ونخلي هذا الشعار بنصب أعيننا. لا هو شنو سديمة، انت جبتيني على شغلات مهمة بل ومهمة جدا، يعني أنا إعلامي من عام 1976 قبل الماجستير والدكتوراه، يعني من كنت بكالوريوس كنت مسؤول الإعلام في جامعة بغداد. طيب
ومن اخذت الدكتوراه يعني شو يقول لك؟ يقول لك انت في كل سنه تحتفل بموضوع. نعم. هم من عام 1981 قالوا الزراعه والانتاج الزراعي بشقيه. نعم. الانتاج النباتي زراعه، انتاج نباتي وانتاج حيواني. يعني بالمناسبه يعني من نربي المواشي والاغنام تتغذى على المادة الخضراء الزرع، فهاي زراعة. بال81 كانت الزراعة، 82 يعني المؤتمر الاحتفال، بالمناسبة هم يحتفلون قبل 3 أيام وبعد 16 3 أيام. يعني 6 أيام إلى 7 أيام، أسبوع كامل. طيب فكل سنة من السنين، وإحنا بال23 اللي تفضلتي المياه. بالمناسبة سيأتي يوم، إحنا قلنا قبل 30 سنة أنا طالع بلقاء. نعم. والمذيع قال لي هل صحيح يأتي يوم تصير حرب المياه وبدأت عندنا؟ هسه إحنا شنو يعني؟ تركيا وإيران دي يحاربونه، يحاربون العراق بالماء، وهذا موضوع سياسي. أنا لا أرغب بالتطرق بالمواضيع السياسية، أنا أريد المواضيع العلمية. فإذا الماء مهم، لأن الماء إذا تلوث يلوث لك الغذاء، وبالتالي صح. تفضلي اسالي. لا هو احنا قاعد نتكلم على موضوع المياه اليوم، فعلا احنا بحاجه الى التوعيه اليه، لانه احنا قاعدين نعاني بشح. احنا بعيدا عن انه مثل ما ذكرت نتطرق للمواضيع السياسيه، ولكن احنا بيدنا انه نستثمر هذا اليوم ونطالب بالاستهلاك الصحيح للمياه، يمكن تبديل بعض طرق الري وغيرها. احنا تكلمنا عن هذا الموضوع. فنرجع احنا يمكن نتكلم اكثر، يمكن هذا الموضوع عالمي ولكن نخصصه بالعراق تحديدا. شنو هي الاشياء اللي مهمه انه احنا نضعها بعين الاعتبار للاحتفال بهذا اليوم، واحنا كونا اعلاميين انه احنا نسلط الضوء عليها بهذا اليوم؟ حسنتي ديم. هو شنو؟ خلينا نشوف الاسس العامه اللي ارتكز عليها المؤتمر الاول. نعم. شنو اهداف هذا اليوم العالمي للغذاء؟ اولا معالجه نقص الغذاء، الجوع وسوء التغذية، هذا واحد. اثنين إقامة زراعة مستدامة. صحيح. زين. ثلاثة اللي تفضلت به وقبل كل شيء هي التوعية بمخاطر اللي قالتها آية، أنه أكو ترى أغذية يعني يجب عليها رقابة، يعني استدامة الرقابة على المواد الغذائية. زين. ومنتجاته، نوسع الزراعة، إن 7 نقاط، بعد سهنا وصلت للخامسة، يعني المياه والزراعة بالتنقيط أو بالتكنولوجيا الحديثة أو نقل التكنولوجيا الحديثة للزراعة. يعني مثلا إحنا كان عندنا، أتذكر بالعراق بال70s عندنا أغذية كلش رخيصة، تعليب المنشأة العامة للتعليب في كربلاء، يعني يسوون باذنجان معلب، فاصولية معلب. هاي تفيد رخيصة للإنسان الفقير والموظف، يعني توخرها تخليها بال. هسه للأسف بدت ذني تنحسر، واعتمدوا على للأسف الشديد على التجار، ومن التجار ما بهم قسم، أنا أقول قسم لين باكر أو بعدي أصدقاء تجار كبار. هو حتى التجار يعني إحنا ما نريد اليوم نعمم، بس بهم ضمير، ما عنده ضمير وطني أو ما عنده روح وطنية يشتري رخيص. هو استورد، بس منو دي يوافق له على الدخول هذه البضاعة؟ هذه إحنا نرجع لعدة مشاكل. هذا راح يجرنا إلى موضوع الرقابة إذا تسمحي لي. الرقابة وين في المنافذ الحدودية؟ زين. أنا قبل ما أدخل غذاء موجود به تسمم يروح، هو من يشتري الغذاء البسيط؟ مو الناس البسطاء يعني الفقيري الحاله. انا بدل ما ادخله ويجي غذاء مسمم بسموم فطريات هاني او بكتيريا، راح ياخذ. انا امنعه، لكن هم يعطون رشوه. وعدتش بالمنافذ الحدوديه اكو صحه واكو التقيس والسيطره النوعيه هوايه، لكن التجار اللي ما عنده ضمير يعطي رشوه ويقتل. وايضا سلامه الغذاء هي ما صارت محصوره فقط داخل السوبر ماركت، احنا نتحدث عن الفواكه والخضار والحنطه والشعير، كل شيء لازم يكون سليم، هو يعني سهل انه المواطن يستخدمه، وعلى الاقل يكون امن عليه وعلى صحته. احنا نتحدث عن كل مصادر الغذاء. هذا اللي تقولي كله، احنا اني اعوذ بالله من كلمه ثانيه، رئيس الجمعيه الوطنيه للاغذيه. نعم. علوم الاغذيه والتغذيه، هذا ايش اطلقنا عليه بالمؤتمر الاخير،
اطلقنا عليه ارهاب غذائي. يعني ناس دي يموتون الارهاب يفجر له قنبله قتل ناس، لكن هو اذا جاب لي غذاء وبتسمم بكتيريا ويسممون هوايه، تلاحظين هوايه تسمموا. يمكن بالفتره الاخيره حتى شفنا في احد الاعراس دخول اعداد كبيره للمستشفيات كان بسبب تسمم. بين فتره وفتره سمعين فندق درجه اولى ناس سمموا. هاي ليش؟ لانه يحفظ الغذاء بدون الشروط والسلامه. احنا عندنا مصطلحين، السيفتي اند سكيورتي، الامن والسلامه الغذائيه. نعم. لها شروط، يعني واحده من الشروط الغذاء، يعني حتى ربه البيت هسه يعني ربه البيت هي تتصور نفسها كل شيء تعرف. لا، الغذاء من تجيبه سلقه سلق بليتشينج ثم تخليه بالمجمده يبقى فتره طويله وما يتسمم. نعم. او بالثلاجه مو تمام؟ نعم. صحيح. يلا استاذ سند، يمكن الحديث جدا ممتع معك. نعم. واستمتعنا، استثمرنا بهذه يمكن الوقت حضرتك نتكلم عن هذا الموضوع. يمكن انت تطرقت الى موضوع انه كل شخص هو يكون اكو جهات معينه لازم تتم مراقبته، ولكن يرجع الدور الرئيسي للمستهلك وتثقيف نفسه وعدم ادخال اي شيء لمنزله، هذا جدا ولكم مهم. الاعلاميين ايضا. نعم. شكرا تواجدك معنا. شكرا. مشاهدينا احنا باقيين ومكملين وياكم، راح نروح الفاصل قصير ونرجع لكم. ابقوا ويانا. مشاهدينا، افتتح في قاعة حامد سعيد الفنية وسط البصرة المعرض التشكيلي المشترك لنخبة من فناني المدينة بحضور عدد من المختصين والمهتمين بهذا المجال، وتضمن مشاركة 20 فنانا قدموا مجموعة من اللوحات التشكيلية التي تحاكي جانبا من الحياة الطبيعية الموجودة في أرياف البصرة، لا سيما جداول الأنهار وأشجار النخيل والحياة العامة في تلك المناطق، فضلا عن تجارب فنية تجسد مشاهدا لبيئات طبيعية متنوعة حول العالم. حتى نكون أقرب إلى المشهد ونتعرف على تفاصيل أكثر لهذا الموضوع، حيكون ويانا من هناك مراسلنا الزميل سعد قصي. يسعد صباحك سعد. صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة يو تي في. نعم، طبعا احنا اكيد شاهدنا او ذكرنا في بداية الحديث عن أهمية هذا الموضوع وما يحتويه من تسليط ضوء على البيئة وأهم معالم البيئة وتحديدا في الأرياف، لذلك يا ريت لو تحدثنا أكثر عن التنظيم، تحدثنا أكثر كذلك عن ما كان موجود في هذا المعرض. في الحقيقة طبعا هذا المعرض هو عودة إلى الطبيعة، تذكير بالطبيعة، خصوصا محافظة البصرة يعني بدأت بالسنوات الأخيرة تفتقد كثيرا من بساتين النخيل، الأنهار، كل شيء متصل بالزراعة بدأ ينحسر في هذه المدينة لأسباب عديدة، منها تجريف بساتين، منها ردم أنهار، منها أيضا يعني عوامل بيئية ومناخية قاسية أثرت على البيئة وعلى الزراعة وبالتالي بدأت تنحسر. لهذا جاء المعرض هو تذكير بأهمية الحفاظ على البيئة، أهمية الحفاظ على ما بقي من بساتين البصرة وأبي الخصيب، وأيضا التذكير بأهمية أن يكون يعني اهتمام بالزراعة، إعادة زراعة النخيل وغيرها من الأشجار المهمة التي كانت يعني تزين شوارع البصرة، تزين أراضي البصرة الزراعية. اليوم أيضا نحن حاولنا نقترب في كل شيء من الطبيعة، حتى يعني كما تشاهدون الكراسي التي نجلس عليها هي من سعف النخيل، وبالتالي هي في كل شيء عودة للطبيعة. حتى نتحدث بشكل أكثر عن هذا المعرض نستضيف الأستاذ حامد سعيد، وهو صاحب فكرة هذا المعرض وأيضا صاحب الجاليري الذي يعني ربما ينظم الكثير من المعارض الفنية الملتصقة بالمدينة والمحفزة إلى الأنشطة الثقافية والإبداعية المتعلقة في البصرة. صباح الخير أستاذ حامد. صباح الخير. سعيدين بهذه الاستضافة معك في المعرض ونحن بين اللوحات اللي هي
تذكير للطبيعة. من أين جاءت الفكرة؟ هل حفز الفكرة ما يمر به العراق من جفاف وما تمر به البصرة أيضا من إهمال للطبيعة، ربما تجريف للبساتين، لذلك جاءت هذه اللوحات؟ صباح الخير على جميع العراقيين، على مشاهدي قناة يو تي في. صباح الخير سعد صديقي. أكيد يعني من نتحدث بصورة عامة على الكوكب وما يمر به من تأثير مناخي وتلوث بيئي، حقيقة العالم كله شهد الآن، وهذا التلوث أثر بطريقة أو أخرى سيكولوجيا ونفسيا وجسديا على كل المجتمع، بالخصوص فيما يخص مدينة البصرة. يعني مرت بفترات طويلة بهذا التلوث للأسف، يعني سواء كان بالأنهار بالطبيعة، أكو عمليات تجريف يعني كبيرة مرورا من قاسية جدا من الحروب اللي مرت مدينة البصرة، وتجريف النخيل والبساتين وقتل الطبيعة، وبالتالي فقدنا المكون الآخر اللي يعيش ويانا، الكائن الحي من الحيوانات والحشرات والطيور المهاجرة اللي كنا يعني نستأنس بوجودها. أيضا اختفت كثير من الأشجار، أشجار الفواكه الورود، بسبب التسمم، تسمم الأرض. هذا التسمم هو بفعل أكيد من الإنسان، بفعل الماكينة، بفعل آبار النفط، بفعل التسمم من الغازات. للأسف فقدنا كثير يعني حتى بصريا، أصبح عندنا تلوث بصري، أصبح عندنا تشوه بصري. لذلك الطبيعة عادة في العالم اللي يعتنون بالطبيعة والأشجار والعودة إلى الطبيعة الأم، هي تصحيح للبصر، هي تصحيح للذائقة الفنية، كلش مهم. فالفكرة كانت أنه مع بداية موسم الربيع في البصرة، أنا أعتبر الشتاء فصل الشتاء، هو فصل هي موسم ربيعي بالنسبة لنا، بعد موسم صيف تموزي قاسي بالبصرة. فبالنسبة للموسم الربيعي في البصرة بدينا موسمنا الثقافي كافتتاحية لإعادة ترميم العلاقة ما بيننا وما بين الأرض، ما بيننا وما بين طبيعة البصرة، إعادة ترميم العلاقة ما بين الفنان وما بين الإنسان المواطن اللي يشتاق إلى ما تبقى في ذاكرته من صور جميلة كانت البصرة حافلة ببساتينها، تزين بساتينها الجميلة وتستقطب الكثير من السائحين لهذه المدينة بسبب اختلاف طبيعتها الجغرافية. مدينة تتجاوز عدد أنهارها الآلاف، تتجاوز عدد نخيلها المليونين. فهذا الشوق والحنين إلى هذه المدينة قادكم إلى هذا المعرض؟ طبعا قادني إلى أن أوجه دعوة إلى أكثر من 20 فنان تشكيلي، حقيقة فنان محترف، فنانين محترفين ولهم تجارب ولهم باع طويل بالتجربة الفنية. فطلبت من عندهم أن نقدم صورة البصرة على جدار، جزء مستقطع من مدينة البصرة من ذاكرتنا على جدار. اولا هذا الجزء المستقطع باحياء للمدينه، المدينه القديمه، عكس ما يطالب به الاخر يعني، او موازي للمدينه الثانيه التراثيه الشناشيل. يمكن المدينه اللي عشت بها الطفوله، وحضرتك ايضا تنحدر من ابي الخصيب، هذا القضاء الذي يعني بدانا نفتقد كثيرا الى بساتينه، الى نخيله، بفعل الهجمة الشرسة يعني التجريف، حتى الاجتياح الإسمنتي دعني أقول، بدأنا يعني نرى أيضا مظاهر مختلفة عن المدينة، أبنية رومانية، تفاصيل غيرت من شكل المدينة، وحتى يمكن بدأنا نفقد الهوية. هي للأسف فقدان الهوية، يعني أنا أتحدث لك أنا من أبو الخصيب، يعني طفولتي وجزء من ذاكرتي المهمة وجزء من تكوين شخصيتي المهمة وجزء من تكوين ملامح العمل التشكيلي هو ذاكرتي في أبو الخصيب، وفضل أبو الخصيب وبساتين أبو الخصيب هي كونت هذه الشخصية. للأسف هوية المدينة أو هذا القضاء الجميل السياحي، أنا اللي أعتبره منتجع كبير، محمية كبيرة، الآن فقدنا هذه الملامح، ما موجودة هذه الملامح، هذه الهوية ما موجودة، تحولت إلى مدينة كونكريتية. يعني من نمر بطريق أبو الخصيب السياحي، بدل ما كنا نشاهد الأشجار شلون تتلاحم أوراق أو أغصانها، حتى العطر، حتى العطر طبعا يعني جو نقي وعطر حقيقة فواح من الأزهار اللي موجودة والنباتات لازلت أستذكرها يعني حتى العطر.
بصريا كنا يعني مرتاحين جدا، نفسيا سيكولوجيا مرتاحين، فمن الطبيعي انه هذه المدن تخرج شعراء، ادباء، فنانين، مهندسين، معماريين لصفاء الجو ونقاء. هذا فضل الطبيعه الام. للاسف الان هذا التجريف والاجتياح ايضا لهويه القضاء انعدمت، فالمعرض جاء أشبه بالتنديد أو صرخة للعودة إلى الطبيعة الأم. إحنا بإمكاننا أن نستثمر مدينتنا السياحية من شمالها إلى جنوبها بكثير من الملامح الموجودة والمعالم الموجودة اللي يعني يتغنى بها الشعراء سابقاً ولا زالوا، وبإمكاننا أن نقدم خطوة ونعيد هذه الملامح والمعالم الكثير. يعني القرنة هي غير شكل، يعني أيضا غنية بالطبع، غنية. قرمت علي أيضا، ملتقى دجلة والفرات، الزبير طبيعته الجميلة الخاصة بي، يعني هي بيئة تقريبا صحراوية لكن بالضبط بالضبط، أو يعني تستذكر البصرة القديمة. بس بهذا المعرض أستاذ حامد يعني ما شاهدنا، هي معظمها لوحات قريبة من بيئة البساتين، الأبلام مثل ما سميها الزوارق، وحتى تفاصيل مثل هاي اللوحة اللي خلفنا هو الشارع الممتد والجدران من الطين. أنا شاهدتها حقيقة، يعني كانت ممر. هذه ما نشوفها حاليا، هي اعتمدتوا على الذاكرة في هي أكو جزء من الصور موجودة، أكو جزء من الذاكرة موجودة، وأكو أطلال ما تبقى في حمدان مثلا، يوسفان، المناطق اللي موجوده في ابو الخصيب. احنا حقيقه بالشتاء يعني نطلع لايف نرسم طبيعه، نجدد مهاراتنا بالرسم الاكاديمي الطبيعه، وايضا نغذي بصرنا بهذا الجمال. هذه الاطيان كانت هي ممرنا الحقيقي اليومي الفعلي نحو المدرسه، نحو المدرسه بالضبط يعني، والقنطره اللي هي عباره عن جذع يعني من نخله، وشلون نفوت بها. كان ممرنا بداخل البساتين مو الشوارع المعبده وصولا الى المدرسه. زين، هاي اللوحات اللي هي ربما عودة إلى الذاكرة، يعني استليتوا أشياء من الذاكرة ورسمتوها، كان متفق عليها لو كانت أكو حرية لكل فنان أن يرسم ما ربما احتفظت به ذاكرته من طبيعة، من صور جميلة، صور خلابة عن البصرة؟ شوف يعني أغلب الفنانين هم عاشوا هذه الذاكرة، يعني هم كبار يعني بالسن فعاشوا هذه الذاكرة، فموجودة بذاكرتهم محتفظين بها. فمجرد ما أنه اتفقنا على وحدة الموضوع لاندسكيب، فكل من رجع إلى الذاكرة الصورية مالته وحنينه وشوقه إلى المدينة والقرية والأرياف. وأكيد أكو اختلاف بالتقنية، بأساليب التقنية، فكل فنان إلى مهارته الخاصة، لكن مع وحدة الموضوع. هي بداية موسم، مثل ما قلت لك بداية موسم ثقافي، نحتاج أن نرمم علاقتنا بيننا ما بين المجتمع. المجتمع شوية بعيد عن الفن التشكيلي، صعوبة قراءة اللوحة التشكيلية فيما يخص المدارس الحديثة منها التعبيرية وغير التعبيرية، وهذه الصعوبة بالتأويل والرمزية والدلالة تكون صعبة على المشاهد والمواطن. فأكو عملية استدراج، يعني من ضمن المحاور المهمة والعوامل اللي ممكن يشتغل عليها هذا المعرض، هي عملية استدراج للمواطن، أن نكون قريبين إلى ما يفهمه، بعدين نجيبه داخل هذه الصالة، بعدين خليه يسمعنا، بعدين نقدر نقدم له ما يفهمه من الترميز والتأويل والمدارس الحديثة. وهذا شغل يعني حقيقة يعني جهد فردي، يعني مو جهد مؤسساتي. نعم. يعني صراحة يمكن الزملاء في الاستوديو نعم. حابين أيضا يشاركون الحديث. تفضل. نعم. سعد، وأنت تتحدث مع أستاذ حامد، هذه الشخصية البصرية اللي قدمت هواية للفن بالبصرة، أنا شخصيا رايحة وشايفة هذه اللوحات وجمالها، بس يعني فرحانة بهذا المعرض أنا حاليا، بس عندي فضول أعرف أنه هذا المعرض لكم يوم راح يستمر، وش قد بلشت الناس انه هي تعرف انه اكو معرض وده تصير زيارات له حتى يقدرون يتابعون ويشوفون على ارض الواقع، واذا القطع هذه او اللوحات معروضه للبيع ممكن البعض يشتريها ايضا. نعم،
أستاذ حامد، يعني زميلتنا تسألك عن المعرض، كم يوم راح يستمر؟ أيضا مدى تفاعل الناس مع اللوحات، هل هي أيضا متاحة للبيع؟ ممكن الناس تقتني هذه اللوحات وتأثيرها عليهم لما الناس تشوف هذه الصور واللوحات لأبي الخصيب، لشط العرب، لمناطق جميلة ممكن الجيل الحالي ما شاهدها؟ يعني أهمية المعرض تتلخص بعدة محاور. أولا أنا أؤمن أنه كل إنسان فنان بالفطرة، ولا ما معقول أن خلقت هذه الطبيعة والجمال من الأشجار بأكمل صورة لإنسان ما يتذوق الفن، فكل إنسان هو فنان بالفطرة. أولا المعرض هو عيادة بصرية لكل بالضبط مريدين صالات العرض التشكيلي. ثانيا اكيد الاعمال معروضه للتسويق، وهذا طموحنا ان تغير جدران المؤسسات والقطاعات الخاصه من فنادق ومطاعم وجدرانها من اللوحه الاجنبيه الى اللوحه المحليه العراقيه. يعني بالذات حقيقه احنا نشاهد الزائر او السائح الاجنبي عندما يجي اي فندق او اي دائره رسميه سواء كان مستثمر أو سائح، من يشوف لوحة مدينته يستغرب. وأنا يعني تحدثت بهذا الموضوع ويا أكثر من أجنبي يقولون إحنا نريد نشوف المدينة القديمة، البصرة القديمة، ملامحها. فما نقدر نجوب كل المدينة، بس ممكن تستقطع لنا أكثر من مشهد ونشوفها على جدران الفنادق أو المطاعم أو المؤسسات الحكومية. إضافة إلى هو ممكن يعني تستخدم المستشفيات كعلاج، علاج نفسي وسايكولوجي طبعا للمرضى. يعني الآن يعتمدون في إعادة الذاكرة أو فقدان الذاكرة لكثير من مرضى من خلال مشهد، من خلال نهر، من خلال أي مشهد. يعني أستاذ حامد، إحنا يعني مسرورين في هذا المعرض، شيء جميل، وهي دعوة أيضا لكل المشاهدين والبصريين والعراقيين أن يأتوا سياحة في هذا المكان. شكرا إلى حضرتك، نتمنى أن نلتقي في معارض أخرى مهمة أيضا تتحدث عن البصرة. جزيل الشكر صديقي لك أولا وللكادر ولقناة يو تي في، وأنتم ما شاء الله يعني دائما متابعين لكل المعارض والأنشطة الثقافية اللي تقام في هذا المكان، ونتمنى لقاء أكثر وأكثر إن شاء الله. شكراً جزيلاً. الزميلات، هذه عودة لكم. نعم. بعد الحديث عن هذا المعرض الذي هو يحكي عن جمال طبيعة البصرة، ونتمنى أن يستمر، طبعاً هو راح يستمر حتى نهاية الشهر إن شاء الله. شكراً الزميل سعد قصي على هذه التغطية، إضافة إلى الشكر موصول لضيفك الأستاذ حامد سعيد. مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى تواصل، راح نشوف شنو الأخبار والفيديوهات اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلا كبيرا في مدينة القصيم بالسعودية، حيث فاجأت الجمهور بظهورها بعباءة مزينة بالعلم الفلسطيني من الجانبين. وظهرت أصالة في لحظة وصولها إلى المسرح برفقة زوجها العراقي فائق حسن، وقدمت العديد من أغنياتها الشهيرة. خلال الحفل صعد طفل إلى المسرح ليشارك أصالة الرقص على أنغام أغنياتها، واضعا على كتفه قطعة قماش مزينة بصور للمسجد الأقصى والعلم الفلسطيني، ثم بكى بمشهد مؤثر على الأحداث الجارية في فلسطين الآن. نشاهد. نعم، تستعد الفنانة المصرية سمية الخشاب للعودة إلى الشاشة بأدوار تمثيلية ملفتة، وذلك بعد تحضيراتها الحالية لمسلسلها الرمضاني الجديد الذي سيكون بعنوان 100 رجل، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي وتجسيد فني، وتجسد فيه سمية شخصية فتاة شعبية واسمها غالية تعمل سائقة حافلة.
سمية قالت في تصريحات لها أن مسلسلها الجديد راح يكون من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت، وهي تواصل حاليا عقد جلسات مكثفة معهم ومع مسؤولي الإنتاج لترشيح أبطال العمل والتعاقد معهم لتحقيق التميز، خاصة بعد غياب 3 سنوات منذ أن قدمت مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان عام 2021. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل وقع في أزمة طريفة عندما علق قاربه في الطين بداخل بحيرة، ورغم أنه جلب سيارة ليسحبه إلا أنه شخصيا لم يستطيع الخروج منه أو من البحيرة. يظهر في الفيديو الرجل هو يحاول مرارا وتكرارا الخروج من البحيرة، لكنها بسبب الطحالب اللزجة اللي تغطي المنحدر منعته من التقدم إلى الأمام، فكلما تحرك قليلا يعود لينزلق من جديد. تابع الفيديو. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا فيديو سجلته كاميرا مراقبة لأحد البيوت توثق لحظة سرقة شخص لشحنة بضاعة من أمازون من أمام باب أحد المنازل. طبعا الغريب في المقطع هو أن الشخص ابتكر طريقة فكاهية للسرقة كي يضمن إخفاء هويته، حيث اختبأ داخل برميل كبير وقام بالمشي من تحته وتسلل تدريجيا إلى البضاعة وسرقها. تابع. أعلنت شركة موزيلا تزويد متصفح فايروفوكس بخدمة الترجمة في حال عدم الاتصال بالإنترنت، وذلك ابتداء من الإصدار 118، وأوضحت الشركة أن المستخدمين إمكانية تفعيل هذه الخدمة وتحديد اللغة المراد الترجمة إليها، وتشمل اللغات حاليا الإنجليزية والفرنسية والإيطالية أيضا، وكذلك الإسبانية والبرتغالية وحتى الهولندية والبولندية والبلغارية أيضا، ومن المقرر إضافة لغات جديدة. يعتبر متصفح فايرفوكس من أكثر المتصفحات التي تركز على الخصوصية، وهو متاح للهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، حيث وصل في التنزيل إلى أكثر من 100 مليون في أقل من سنة. هذا كان آخر خبر عندنا في أخبارنا اللي تخص مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا لدينا ضيف جدا مميز، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كان له حضور في مسلسل الكلم الطيب، وشارك في مهرجانات محلية وعربية وعالمية مع فرق نغمية بغدادية شهيرة، وتجول بموسيقاه في العديد من دول أوروبا والصين والجزائر والإمارات ودول المغرب العربي، فضلا عن مشاركته مع فرقة بابل في الأسبوع الثقافي.
إنه مطرب المقام والعازف على آلة الصندور الأستاذ صباح هاشم، واليوم بضيافة صباحكم. طبعاً هو مطرب مقام وعازف له ثقله، أبدع في تلحين أجمل النغمات على آلة الصنطور وتلمذ على يده العديد من طلاب الفن. كان عضو في الفرقة النغمية المركزية للاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق بقيادة المايسترو هلال. التدريسي في مادة المقام العراقي الأستاذ صباح هاشم، أهلاً وسهلاً بك. شكراً للتقديم الجميل، وأنا أشكر كادر القناة والقناة على الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله نكون لقاء جميل ومفيد وبتعمل المعلومات القيمة إن شاء الله. أكيد. طبعا نتكلم عن المقام، هو فن أصيل يعود إلى زمن العباسيين، وأكيد إلى خصوصيته خصوصا لدى العراقيين. فنتكلم عن هذا الفن ونغوص بأعماقه أكثر. المقام العراقي هو يعني إلى خصوصية مثل ما قلتي، وليميز عن الأنغام العربية. يعني مثلا لما نقول مقام الرست يختلف عن نغم الرست في الدول العربية. ليش؟ لأن بأركان خمسة ما متوفرة بهاي الدول. شنو الأركان خمسة؟ هي اللي هي التحرير بداية المقام، والقطع والأوصال، والجلسة والميانة، والتسليم. التسليم هي نهاية المقام. والمقام هو يعني يعبر عن وجدان ومشاعر العراقيين منذ أقدم العصور. أستاذ، يعني أنت تقول أنه مقام العراقي يتميز أنه راح يكون بها مثلا صعود ونزول، بينما بالضبط يكون ذات امتداد واحد بالنسبة للبقية. بالضبط بقية الدول على وتيرة واحدة يعني. طيب اليوم إحنا اللي نريد نتحدث أيضا مع المقام على الآلة اللي أنت تحبها وتعشقها جدا، اللي هي الصنطور. صندور آلة جدا عراقية. نعم نعم. بالتاريخ هي من يعني السومريين والبابليين بلشوا يستخدموها باحتفالاتهم وانتصاراتهم صح وغيرها. فهذه الآلة تطورت صح، فإحنا عندنا جذور قديمة مع هذه كان الآلة، كان اسمها الصنطير يعني. الصنطير إيه بعدين تطورت وتغير إيه اسمها إيه. أريد أعرف الأستاذ شلون كانت البداية مع الصنطور قبل ما نسمع شيء من عندك. والله هو تاريخ يعني عندي معلومة بأنه موجود مخطوطة بالمتحف العراقي، حفلة تتويج الملك نبوخذ نصر، موجود فرقة شالغي بغدادي ومطرب يؤدي المقام. فيبينلش بأنه تاريخ عريق من عهد البابلي. نعم زي. احنا نريد نستثمر وجودك معانا ونريد نسمع شيء ده. يلا شين راح تسمعنا؟ ان شاء الله ان شاء الله. يخايمون بالبر بالبر يا بابا بالبر يخايمون يخايمون بالبر بالبر يا بابا بالبر يخايمون يا عسكر يشربون مالح مالح يا بابا مالح يشربون يشربون مالح مالح يا
يا بابا مالح يشربون عقب الحليب والشاي، أنا ما أريد النوم 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 يم العباية حلوة عباتك يم العباية العباية حلوة عباتك يا سمرة هواية زينب صفاتك زينب صفاتك يا بنت عمي تعالي يمي يا بنت عمي 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 تعالي يمي لاشكي لك همي كل وحياتك كل وحياتك يم العباية حلوة عباتك يا سمرة هواية زينب صفاتك زينب صفاتك تسلم صراحة جدا استمتعنا بهذه احنا نتكلم عن موضوع جدا مهم، احنا نشوف انه معهد الدراسات قاعد يرفض الموسيقية، ما زال هو يرفض ساحة المقام العراقي، نتكلم من 2 إلى 3 يمكن سنويا بمواهب خلينا نقول. احنا نتكلم عن المقام هو إرث، إرث عراقي عظيم، احنا لازم نحافظ عليه على مود ما يبقى ذكرى في ذمة التاريخ يعني مثل ما احنا نسميها، فأهمية اليوم انه نسلط الضوء على المقام وأهميته وإعادته بشكل أقوى، يعني احنا 2-3 صراحة سنويا مشكورين على هذا ولكن احنا نتمنى انه يكون أكثر. لا لا هو طبعا ما حد دراسات النغمية مثل ما تفضلتي ده يرفض الحركة المقامية سواء عازفين أو مطربين. نعم. أكو أسامي يعني إحنا نتكلم عن عمر. أنا كنت تلميذ صالح سلاذني وساني ما شاء الله أستاذ. ما شاء الله. هم خرجت طلاب مثل عمر رعد. محمد سجاد. محمد سجاد مثل طيف القطار إيه نعم. نعم. يعني المسيرة مستمرة تواصل الأجيال مستمر. هو. على ذكر الأجيال وتواصل الأجيال اليوم إحنا بزمن أغلبه شباب شباب عندهم مواهب وعندهم اهتمامات موسيقية يريدون يتعلمون إذا كانت عن الآلات وإذا على مستوى الغناء وتحديدا خلينا نقول بالمقام العراقي. نعم. اليوم الشباب عندهم رغبة إنه يتعلمون هذا الفن فن قراءة المقام العراقي أو الغناء للمقام العراقي. والله لأن هو مو سهل. بالمحل جاي يجون طلاب يعني أعمارهم صغيرة بس هم محبين المقام. نعم. يعني ويرغبون بتعلم هذا الفن التراثي أو تعلم آلة سواء جوزة أو السنطور أو الناي أو القانون. ونتأمل خير على المستقبل يعني إن شاء الله. أعداد؟ والله مو هوايك بصراحة يعني. شنو اللي يمنعهم باعتبارك أنت موجود بيناتهم؟ ممكن بسبب صعوبته أو. هو طبعًا هو فن النخبة يعتبر. صحيح. مو فن شعبي. يعني إلا النخبة والعنده صوت كامل اللي يقدر. هو أنا أريد أذكر هاي النقطة، الصوت جدًا مهم لأن أكو أشخاص يمكن ما عندهم معلومات قراءة نوتة. مساحة صوتية خاصة المقام مقام المطرب المقامي يراد له مساحة صوتية. ويراد له ثقافة موسيقية. صحيح. محب أهم شيء عنده شغف ومحب للتراث. أستاذ صباح إحنا قاعد نتحدث عن حب الشغف وغيره هذا. إحنا اليوم المعهد بحاجة إلى أو هل هناك أصلاً بادرة لوجود كتاب؟ هذا الكتاب يمكن يكون في أهم التاريخ اللي موجود عن حول جذور ذلك الفن. نتكلم عن الآلات الألوان اللي موجودة به وكذلك القسم الثاني يمكن يكون بوصلات غنائية لكبار القراء. أهمية وجود هذا هيك كتاب أو هل هناك مثلاً بادرة؟ المادة اللي تدرس يعني. نعم. هو بصراحة إحنا عندنا نعتمد على كتاب الكبير المرحوم أستاذ شعوب إبراهيم اللي هو منهاج كامل موسيقي. نعم. وغنائي وبست أشرطة يعني حسب المنهاج هو يشرح والمرحوم يوسف عمر يطبق. إحنا هذا اعتمدنا عليه. بعدين جاء كتاب أستاذ الحاج حامد السعدي الله يعطيه الصحة والعافية موجود بلندن. نعم. ومتواصلين عبر ذلك الكتابين فقط يعني إلى الآن. نعم.
ماكو محاولات بانه يعني نسوي بس يراد لها يعني الطبع يكلف وتعرفين الكتاب يكلف يعني امكانيات خلينا نقول امكانيات بالضبط. دكتور عبد الله المشهد انا عنده كتاب بس احنا بحاجه ان نكون الوسط غني المفروض بكتب لان كنا احنا مؤسسين لهذا الموضوع لازم يكون تفهم كل هاي الشغله تفهم عميق لدور المعهد واحنا معهدنا حتى ما تابع للتربيه تابع لوزاره الثقافه يعني الاهتمام ب يعني طبعا احنا دائما نقول هذا الفن راح كان وما زال وسيبقى مقتصرا على جمهوره اللي هو يكون من النخبه بالضبط فاحنا نريد وبغدادي بالذات لان هو ما يعني اهل بغداد يحبوه اكثر شيء فاذا ممكن احنا نسمع الى شيء نسمع شيء خاص عيرتني بالشيب وهو وقار عيرتني بالشيب وهو وقار ليتها عيرت ليتها عيرت بما هو عار إن تكن شابت الذوائب مني فالليالي الليالي 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 فالليالي تزينها الأقمار ليالا 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 دموع بيوم فقد الولف ليلة وردت عيني مرها النوم يا غاتي ليلة يا ويل ويل يا عمي تعيرني تعيرني عجب بالشيب ليلة وخير اثنين نمشيب وخير اثنين نمشيب وخير اثنين نمشيب سوي حلو حلو ويا حلو قد حلو والله حلو حلو ويا حلو قد حلو والله عيون سود يحلى الكحول تعرف لو خلى حلو عيون سود يحلى الكحول تعرف لو خلى حلو أسمر بدم معجون ويا حلو ما صار مثله بالكون أسمر بدم معجون ويا حلو ما صار مثله بالكون واني بغرامة مفتون واني بغرامة مفتون هذا الولد لما انفات للقلب سلوان عيون سود يحلى الكحول تعرف لو خلى حلو 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 ويا حلو جد حلو والله عيون سود يحلى الكحول تعرف لو خلى حلو الله حساب عاشت ايدك جدا جدا عاشت ايدك بس اليوم احنا لما نشوف قارئ مقام وعازف في الجهد راح يكون جدا بصراحه التركيز مع الاله لا على التركيز مع الاداء وايضا التركيز مع الطلبه تركيزك مع الطلبه وين تشوف صعوبه يعني بصراحه بس ان شاء الله احنا يعني نقدر لها ويعني بدنا نطلع النتاج سواء مطربين او عازفين بالاثنين بالمعين يعني الحمد لله شكرا أنا سجلت المعهد
أعطيت المحاضرة ما توجد رسم ما شاء الله إجازة طبعاً أكيد إحنا نشكرك ونشكر تواجدك وصراحة استمتعنا جداً بهذا الوقت على رغم والله نشكركم يعني على الاستضافة الحلوة وإن شاء الله يعني نشكر جهودكم للاهتمام بهذا التراث العريق تراث البلد هذا واجب بوجودكم الأستاذ صباح هاشم شكراً تواجدك شكراً جزيلاً لك أستاذ صباح مشاهدينا إحنا وياكم بهذا الختام الحلو والمثمر جداً وصلنا إلى ختام صباحكم لهذا اليوم رح نلتقيكم إن شاء الله يوم غد على نفس الموعد بمختلف المواضيع والضيوف نلتقيكم يوم غد أكيد نلتقيكم أنا وآية كذلك يوم غد بإذن الله مشاهدينا وصلنا للختام نترككم مع بقية برامج اليو تي في من صباحكم ونقول لكم في أمان الله.